حاجه باينه تنوض خطره تلقى راقد حدا لفعه ولا هذيك كاين صديقي يقول عمر قرين نخرج معاه بزاف البراري خطره كنا ماشيين هو فايته ضرباته لفعه دارت فيه كارثه وخطره خرجنا كيما هكا وكان قريب يطيح المغرب وندوروا بلاصه نباتوا فيها وكنا معولين على واحد الجبل نباتوا فيه باش نقطع اللوطو هو يهود من اللوطو ويوريني الطريق لخطرت بتعواد ودفع الرباعي باش تمشي لذيك المكان هو هبط من اللوطو وفعس على لفعه ذات القرون ام قرينات هذه ضربات ضربك قادره تقتلك وبعاد على باش نولوا للسبيطار وبعاد بزاف معناها يموت في الطريق شحال من كيلومتر تخرجوا كنا بعد كنا بعاد في ديك الضربه واحد 150 كيلومتر بس هذيك 150 كيلومتر تقطع وديان ولا اخر تدي لك وقت طويل هذه ماشي اوتوروت صحيح يعني هو وطى عليها وقاعد واقف بعبايته هديها الريح هكا وهي اللفعه راه تضرب تقبض غير في العبايه ماش تضرب لها في رجلها وحتى انا صاحبي اللي معنا شد فيها قال له راك واطي فوق نقز المهم طار واحد الطيره مهم كان شارك في ديك الالعاب الاولمبيه كان هو الاول